مع الدكتور رياض عوض رئيس بلدية طول كرم عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور. صباح الخير لك ولكافة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث في بعض القضايا، بداية ما يتعلق وملف المياه، فعليا كان قد سأل واستفسر بعض المواطنين يوم أمس بهل فعلا يتم تقاضي مستحقات فواتير المياه من المواطن للبلدية، وهل هنالك طريقة لإلزام المواطن بشكل تام وللجميع؟ الحقيقة في هذا الملف ربما يعني تحدثنا أكثر من مرة بأن هناك مديونية عالية على المواطنين من أثمان المياه. ذكرت أكثر من مرة رقم، احنا نتحدث عن ملايين الشواكل. يعني للأسف الشديد أقول بأنه نسبة تحصيل الفواتير المياه هي في حدود 30% فقط. يعني مش ما في التزام كبير في دفع فواتير المياه. طبعا هناك مبالغ متراكمة منذ سنوات على مواطنين، نتحدث عن مبالغ كبيرة متراكمة منذ سنوات. الآلية الوحيدة فقط لإلزام المواطنين بدفع ثمن المياه هي ربطها بشحن الكهرباء للعدادات المسبقة للدفع، لكن عندنا عدادات غير مسبقة للدفع، صحيح. عدادات ميكانيكية، وبالتالي يصعب يعني ربط دفع المياه أو تسديد فواتير المياه مع الكهرباء للعدادات الميكانيكية. كما قلت العدادات مسبقة الدفع، عندما يأتي المواطن إحنا التعليمات الحقيقة للشحن مراكز الشحن أن يتم خصم على الأقل 20 شيكل تسديد لمبالغ مستحقة قديمة. لكن عندما يأتي المواطن وبده يشحن ب50 شيكل، شو بدك تخصمنا؟ يعني فعلا إذا بده يتم تحميله 20 شيكل بدل 100 ما بقي شيء، يعني المبلغ بيبقى. فبيكون في حقيقة يعني تساهل من بعض الموظفين اللي بيقدروا حالة المواطن إنه جاي يشحن ب50 شيكل ومش معقول إنه ندفعه 20 شيكل ويبقى فقط 30 شيكل للشحن الكهرباء. يعني هذا ما يحصل، لكن التعليمات لمراكز الشحن أن يتم خصم على الأقل 20 شيكل من الفواتير المستحقة أو القديمة، إضافة للفاتورة، فاتورة الشهر الحالي. يعني بيكون واضح إنه في إشكالية في التحصيل. طب هل تم البحث دكتور بصراحة في آلية تجبر الجميع على دفع مستحقات هذه الخدمة؟ يعني احنا بنعرف بالنهاية بدك تحصل على خدمة بدك تدفع ثمنها، سواء بالكهرباء أو حتى بالمياه. وفي البعض يعني الآن يرسل لنا إنه وفاء في بعض الأحيان يعني للأسف لا تصلنا فواتير المياه، وبذا يصعب على المواطن معرفة إذا ما كان عليه مستحقات لهذه المياه، وفي بعض الأحيان يتفاجأ بتراكم هذه الفواتير. صحيح، والله أنا دعيني أكون صريح معك يا ست وفاء. فعلا يعني وجدنا خلال هذه الفترة يعني بالتدقيق أنه فعلا هناك في تقصير. في تقصير في قراءة العدادات، في الجباية من المكلفين، وسيكون هناك إجراء. حقيقة احنا يعني بلغنا الجباة والقراء بأنه ستكون هناك إجراءات لمن يقصر في واجبه. هناك واضح، أنا يصلني تقرير شهري من القراء، واضح أن هناك تقصير في القراءات. يعني للأسف الشديد بعض القراء والجباء، البعض يعني دعيني لا أعمم لأنه في البعض الآخر حقيقة يقوم بواجبه، لكن البعض بقدر تقدير ما في قراء العداد قراءة دقيقة، وبالتالي الفاتورة ما تصدر. وهذا صحيح يعني في كثير من الأحيان نعم الفواتير لا تصل لأصحابها، وبالتالي تتراكم المبالغ، بيتفاجئ المواطن انه عليه مبلغ الاف الشواكل وبالتالي يصعب تسديدها. نعم، وبعض المواطنين للأسف يعني في البعض ملتزم وكل الاحترام للناس الملتزم، ولكن البعض الآخر يعني مبسوط ويتغنى أنه هو فعليا ما بيدفعش مياه وبتطلبش منه البلدية. هذا تفكير خاطئ، بمعنى هو تبقى متراكمة عليه ومستحقات ستبقى عليه، بأي شكل من الأشكال سيتم تقاضي هذه المستحقات عاجلا أم آجلا بصراحة. بالتالي نحن نولي هذا الملف الحقيقة أهمية كبرى. لا يعقل أن يكون يعني هناك أناس ملتزمين بالدفع وأناس يعني غير ملتزمين، يجب أن تكون هناك عدالة. هذه يعني أموال حق
للمواطنين جميعا. احنا عندما نتكلم عن ملايين الشواكل اذا تم تحصيل جزء منها سيتحسن حال البلد حقيقة، يعني بمشاريع تنموية، بإصلاح للطرق للشوارع. لكن صحيح يعني أنا وماذا عن إعادة النظر دكتور رياض في يعني ضرورة قيام الموظفين المتواجدين بأعمالهم سواء المراقبين أو قارئي العدادات بإيصال الفواتير للأهالي الكرام الذين يعني منهم كبار السن اللي ما بيقدروا بكل الأحوال القدوم دائما وأبدا، ومعرفة المستحقات المتعلقة بهم، أو حتى الناس بمسافات بعيدة، يعني بكل الأحوال بغض النظر عن الظروف، ولكن ألا يجب إعادة النظر في تقصير بعض الموظفين تجاه أعمالهم؟ نعم نعم، أنا أؤكد على ذلك. إحنا ستكون هناك إجراءات لمن يقصر. الأمر الإجراء الآخر اللي أخذناه حقيقة، إحنا أخذنا قرار من المجلس بتركيب عدادات مسبقة دفع للمياه بشكل اختياري للمواطنين الذين يرغبون بذلك، وإجباري للتجاري والصناعي. يعني لما يكون محل تجاري يجب أن يكون هناك عداد مسبق الدفع حقيقة، حتى نلزم يعني أصحاب المصالح هذه التجارية، المصانع، أنه فعلا يكون في تسديد أول بأول. الاختياري لأنه واحدة من المشاكل أو المعيقات الموجودة هي للشقق المؤجرة. يعني عندما يكون صاحب عمارة، وتقدم لنا كثير من أصحاب العمارات الذين يؤجرون الشقق، تكون العدادات باسم صاحب العمارة. المستأجر للأسف الشديد لا يقوم بدفع المياه، وبالتالي تتراكم. صاحب العمارة يعني لمصلحته أن يكون هناك عداد مسبق الدفع، نعم، بالتالي لا تتراكم فواتير المياه على المستأجر، لأنه إذا أخلى المأجور هذا المستأجر يكون متراكم على الشقة مبالغ كبيرة. فإحنا الحقيقة بصدد إن شاء الله تعالى تركيب عدادات مسبقة الدفع، عدادات مياه لمن يرغب، اختياري مش إجباري عشان يكون واضح. لكن هنالك ما يسأل، من تراكمت عليه ديون كبيرة دكتور للمياه وهم من أصحاب الدخل المحدود، إلى أي حد ممكن تقسيط المبلغ المتراكم عليه؟ هذا إجراء متبع. أولا إحنا أخذنا حقيقة موافقة من الحكم المحلي العام الماضي على التقسيط، عفوا، على تقديم نسبة خصم لمن يدفع نقدي، أو نسبة خصم أقل لمن يدفع للتقسيط. أخذنا، أو في ناس فعلا سددوا ما عليهم من التزامات. نعم. هذا أكيد. الأمر الآخر أنه لمن عليه مبالغ متراكمة قديمة، نعم، يستطيع أن يأتي ويتم عمل تسوية، يعني بيتم عمل تقسيط للمبلغ المتراكم. نعم، هذا للذين يعانون من تراكم. أيضا فيما يتعلق ونحن نتحدث عن جبازة ربما المستحقات والأموال، هل فعليا يعني ومدى صحة هذا الحديث بتشكيل لجنة مالية للجبازة، لجبازة الأموال؟ يعني هنالك بعض الأنباء عن هذا الخبر، يعني مدى صحة هذه الأنباء؟ هذا صحيح، نعم، تم تشكيل لجنة الحقيقة من بعض أعضاء المجلس وبعض أعضاء بعض مدراء الدوائر، نعم، للمتابعة هذا الملف، يعني ملف تحصيلات تحصيل الديون المتراكمة. نتكلم عن مبالغ متراكمة على في المياه، في الكهرباء، في الطاقة الشمسية، نعم. أيضا تم تشكيل لجنة، وبذا متى من المتوقع أن تباشر عملها هذه اللجنة دكتور؟ الحقيقة هي باشرت عملها في الشهر الماضي، ودعيني أستغل يعني هذه الفرصة من خلال تلفزيون الفجر لأعلن الإعلان أو لأكرر أو ما تم إعلانه من أنه هناك خصومات خلال شهر واحد لمن يقوم بتسديد إيجارات المحلات، رسوم الحرف والمهن، رسوم الكراجات، يعني في حزمة من الحوافز لمن يقوم بتسديد المستحقات المترتبة عليه خلال شهر واحد.
نعم. أيضا تم الإعلان عنها على صفحة البلدية. وبالتالي من كان قد قام بالتسديد يعني استفاد من هذه الخصومات واستفاد من هذا التفاصيل التي جاءت في الإعلان. لكن أيضا نذكر مرة أخرى لمن يعني فاته الحديث عن عداد الدفع المسبق بالنسبة للمياه، هو اختياري ولن يكون إلزامي بالنسبة للمواطن كما ذكر الدكتور في مستهل حديثه. أيضا ملف النفايات المؤرق بالنسبة للمواطن، ولكم أنتم أيضا في البلدية يعني ملاحظة للأسف وردتنا وفاء، ملاحظة ظاهرة جديدة أن موظفي بعض الموظفي البلدية للأسف ما بيقوموا بإزالة النفايات اللي بجانب الحاويات. يعني الطلب إما أنه بيتم وضع حاويات زيادة أو بتم إزالة النفايات اللي بجانب هذه الحاويات، وهذا مكرر في أكثر من مكان. دكتور، لماذا حتى هذه اللحظة لازلنا نعاني من هذه الإشكالية؟ نحن نتحدث عن مراكز في المدينة، لا نتحدث عن الضواحي أو البلدات أو لربما هنا وهناك في الأماكن البعيدة أو التي لربما قد تكون من مهام مجلس الخدمات المشترك. لا، هي حقيقة نعم مركز المدينة من مهام قسم النظافة في البلدية. وتم التأكيد مرارا على قسم النظافة بضرورة القيام بذلك. يعني خلال جولتي الصباحية هذا اليوم لفت نظري وجود بعض النفايات في محيط الحاويات، ولكن كانوا عمال النظافة في طريقهم لإزالة هذه النفايات، يعني في مكلفين بيكونوا، لأن السيارة لا تستطيع أن تنتظر وقتا طويلا لتفريغ الحاويات. يتم تفريغ الحاويات وبعدها يأتي عمال النظافة لإزالة الحاويات من محيط، لإزالة النفايات من محيط الحاويات. يعني قد يكون تأخر عمال النظافة، لكن التعليمات واضحة من قسم النظافة للعمال بضرورة تنظيف محيط الحاويات. أكيد إذا حصل خلل هنا أو هناك هذا بيكون غير مقصود أو بيكون يعني تقصير غير مبرر، إنما التعليمات واضحة تماما لقسم النظافة بضرورة التأكيد على ذلك. طب كيف تبدو وتيرة العمل في قسم النظافة أو النفايات؟ تحسن الوضع بشكل كبير، أنا يعني من متابعتي تحسن الوضع بشكل كبير، تم توريد عدد إضافي من الحاويات. كما ذكرت سابقا في مقابلة سابقة تم إضافة سيارة لجمع النفايات، سيارة أخرى، تم زيادة عدد عمال وطن، من نسميهم عمال وطن هم عمال النظافة، بتعيين 10 عمال. تم زيادة عدد مراقبي الفترة الصباحية والفترة المسائية. فهناك إن شاء الله تعالى سيكون تحسن قريبا جدا. سنبدأ إحنا بمشروع فرز النفايات. حقيقة هذا حصلنا على دعم من أحد البنوك للعمل في مشروع فرز النفايات. إن شاء الله تعالى هذا سيكون قريبا بإذن الله. إلى أي مدى سيخفف من أزمة النفايات؟ بالتأكيد سيخفف. لأنه سيخفف من كمية النفايات المنتجة خاصة في الكرتون. يعني احنا كثير من الحاويات تكون ممتلئة، يعني او جزء كبير من الموجود في الحاوية هو كرتون. وبالتالي احنا الحقيقة يعني سنعمل على هذا ان شاء الله تعالى قريبا جدا لتخفيف كمية النفايات المنتجة، وبالتالي ان شاء الله بيكون الوضع افضل بكثير. ولربما سنزودك ايضا ببعض الصور لاحقا بعد هذا اللقاء في بعض الاماكن التي للاسف لا تزال النفايات فيها متراكمه حول الحاويات وعلى مدار ما يزيد عن الاسبوع، وهي مكونه من بعض الكراتين، بصراحه كراتين صغيره الحجم ليست بكبيره، من بعض ربما الاماكن البيوت او المطاعم وما الى ذلك، ولم تتم ازالتها من حول الحاويات لما يزيد عن 10 أيام. وبذا لابد من النظر في تقصير بعض العاملين، ونوجه التحية والشكر للذين يقومون على بإجراء عملهم على أكمل وجه، ولكن لابد من لفت النظر للذين لا يؤدون المهام بأكمل طريقة. إجمالا نبقى على اتصال وتواصل مع حضراتكم. دكتور رياض عوض رئيس بلدية الكرم، أشكرك على هذه دخل والتوضيح وبما يتعلق وملف المياه على وجه التحديد. إذا هنالك مستحقات وإن لم نقم بتسديدها فهي ستبقى متراكمة، لكن بنفس الوقت هنالك كما ذكر الدكتور رياض أنه بعض يعني ممكن التقصير فيما يتعلق وعدم إيصال الفواتير في بعض الأحيان، وواجب النظر في هذه النقطة على وجه التحديد، لأنه في كثير ناس ما بتعرف كم عليها من الفواتير وكم عليها من المستحقات. وبالإضافة
بالإضافة إلى الناس اللي متراكم وحابة تدفع، أكيد رح يكون في نظام ميسر لهؤلاء السادة الكرام. نكمل معكم وأينما كنتم في هذه اللحظة ونواصل في مشوارنا الصباح. هنا صباح حاجة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من كفر زيباد، عندي مركز شحن ولا يمكن شحن بدون خصم 50% من قيمة الشحن، الماء تلقائي بيتم الخصم ولا يمكن السماح. صحيح، لكن سيدنا العزيز لما تحدث الدكتور رياض انه لما هو اصلا بيكون جايب 50 شيكل، شو بده يخصم له منهن؟ لما جاي يشحن كهرباء ب50 شيكل، شو بده يخصم منهن؟ بده يشحنه ب10 شيكل، يعني يضوي لمبة في الدار وخلاص بزبطش. فاحيانا يعني إنسانيا صعب أنك أنت تخصم عليه من ال50 شيكل اللي جاي يشحن فيها كهرباء عشان خصم منها مي. أيضا أحمد يسعد صباحك بكل دوار شويكي عن شركة علي أبو صلاح ومحامص بريك، لا يوجد حاويات هناك. من أحمد يسعد صباحك بكل الخير. أيضا من الصباحات صباح الخير وفاء في هذه الصباحية اللي بتقول مزودة بالصور. طيب نرجع للصباحية، شو قاعدة بتحكي هذه الصباحية؟ إنه صباح الخير. طب اعطينا بس اذا ممكن الصور اللي عنده صور يبعثهم على الفيس